فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شردت بقرة من أحد الجزارين فرماها بالرصاص حتى ماتت، وأتى بها المجزرة وباعها كأنها قد ذبحت بالسكين، هل هذه البقرة يجوز أكلها؟ إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ند منها فاسمعوا به هكذا، يعني أنه يعقر في أي مكان من جسمه يكون هذا ذكاته، لأن هذا هو المقدور عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.